سيد هذه كلابي، وكلابي عنيدة، كلابي ما تسمع كلام، كلابي حمامها غلط، كلابي تعض، تراعي هذا الكلب، انت اللي تواكل هذا الكلب، انت اللي تمشي هذا الكلب، انت اللي تنظف هذا الكلب، يجي بالاخير وانه يهجم عليك، يعني والله حرام، الله ما يقبلها. مرحبا، تحياتي مشتركين قناة جوكسينج، اذا شاهدني اول مرة انا اسمي توفيق، عنوان الحلقة اليوم دلال الكلاب والعناد. تعرف عليها بعد الانترو. مثل ما شفتوا العنوان العناد والدلال الكلاب، يعني هو الدلال هو حيجيب العناد، يعني مدى فهاني فعليا. بس انا عندي هسه مثلا هذا الهاسكي، عندي بعد 4 كلاب، وعندي من اليوم جاي لي 2 كلاب تدريب، ست، عندي 2 كلاب من جاي لي تدريب، وانا كلها عايشه بشقه. زين انا اذا ما مسيطر على كلابي شلون راح اسيطر على كلاب العالم؟ شلون انه هذا تدريب هي اسمها اوامر طاعه، فهي انه الكلاب حيطيعوك. للو مايلو، للو مايلو، تعال ست ست. انا مثل ما شفتوا هاي 3 كلاب خلف الكاميرا، اكو كلبين اقدر اشوفكم اياها. طبعا هذا تدريب جاي، هاي اللي يعرفها من زمان، هاي شوغر يوركشاير. نرجع لموضوعنا، طبعا جاي لي بعد كلبة من التدريب، او جاي لي كلب اقامة، وانا مثل ما قلت لكم كلها عايشة يعني بشقة. ندخل من المفيد، ما دام لك انه لا تحب كلبك، ما دام لك انه لا يقدر اذي كلبك، لا بالعكس. الشيء اللي اريده من عندك تفتهمه انه هو الكلاب تمشي بقطيع، يعني لازم يكون عليهم قائد، وهذا القائد يجون وراه وهم يتضرون من ياكل. هاي الكلاب هي بنظريتها انه يعيش، يعني ما تفتهم الكلاب انه يعني هي تكون مسيطرة، وهي طبعا يصير عليك انه هي القائد، فما تفتهم غير انه هي قائد عليك. يعني اول شيء ما ينفع الكلب يطلع يصعد يمك وينام على نفس الفرشة اللي تنام عليها انت. الشغلة الثانية، ما يصير الكلب انه انت من الوقت ما تاكل تيجي توكله انت من نفس الاكل مالتك، يعني الكلب يكون مكان وانت مكان، او انت تكون من الناس اللي مسيطر على كلبك والنوع يجي يم صحنك او يجي يم اكلك. شغله ثلاثه، الاكل خاص مالتهم ممنوع انه يتخلى 24 ساعه موجود، لا يتخلى باوقات وينشال باوقات. ومن تخلي الاكل نصيحه من عندي لك، انطي امر ستاي على مود انه يعني ينتظر وراها تحط الاكل، بعدين فري انه ياكل الاكل. هذا كتمرين من اوامر الطاعه من يفيدك، وانه لا يقدر مباشره من يصير الكلب انه يهجم وقت الاكل عليك. انا حطلب عندك 3 شغلات تسويها، تجيب مقافات اي شغله يحبها الكلب، اذا كانت اكل او تريد، وحتى لو اذا الكلب عندك صغير انه هي الدراي هو نفسه مالته. الشغله الثانيه تحط لي الليش، اذا تلبس الكلب الليش عم تبلش بالتمرين. والشغله الثالثه اي شغله مرتفعه عن الارض تجيبها على مود انه تدرب الكلب عليها. يعني انا ما عندي اي شغله راح استخدم هاي الشغله، والله حجمه يعني كل شيء صغير على الهاسكي. كمير سيت سيت، برافو. يعني هي كل شيء صغيره، ما عندي اياها انه حجمها انه اكبر على الهاسكي، بس انت تجيب ان شاء الله كل شيء كبيره حسب حجم الكلب اللي عندك. حط مكافاه جود كير مثل نافذه كم ست ست، برافو. فعليا هذا التمرين انت تشوفه كلش بسيط، حيغير من طبيعه كلبك. يعني مدة اسبوع فعليا كل يوم استمر على التمرين، تاخذ الكلب تراجع على المنطقه مسافه مترين وترجع على المنطقه تعطي امر السيت وانه يبعث على المنطقه. تظل لمدة اسبوع على هذا التمرين، بعدها تدخل التمارين للكلب. بعد ما ياخذ هذا الاوردر الكلب تعلمه تطيع على اوامر، مثلا لولو سيت جود داون، تعلم على سيت، تعلم على داون. وراها انه راح تشوف تصرف الكلب وايد تغير. ليش اسمها اوامر طاعه؟
وما تطلع يعني الكلب انه يضيعك تمام برافو. من الكلب يضيعك صدقني هاي مشاكل العناد انت تقول عليها هي راح تروح، هي مو عناد، هي الكلب انه مو معترك قائد عليه هو اللي يتصرف مزاجي يتصرف انه هو كيف يعني هو معتبر نفسه قائد عليه. طبعا هاي تفيدك هم اذا الكلب تمام. طبعا الكلب عندك اذا همين شويه بشراسه وتبدا تدير وترجع مثل مثل ما كان انه بدون اي شراسه، والكلب العكس انه يكون كلش مسالم حتى ويا الناس، هذا التمرين كلش راح يكون مفيد لك انه تعطيه هاي الاوامر انه راح تسيطر على الكلب وانه يبطل انه هالشراسه عنده. حتى هاي الكلاب الصغار اذا تعطيها عين طبعا هم نفس الشيء راح تتصرف وانه تهجم وانه تعض اذا ما اعتبرتك. المختصر لا تزيد انه تبالغ بدلال الكلب، بعدين هذا كل الدلاله راح يقلب انه فشيء عكسي لك ويؤذيك بالمستقبل، يعني حتى حيأذي اصحاب البيت، حيأذي الناس بالشارع اذا الكلب طلع انت على الشارع اصلا. فلا توصل هاي المرحله، اعرف شلون تتصرف فيها الكلب، يعني لازم تعرف امور هوايه، يعني الكلب له حدود ما يصير يتعداها، هاي الحدود نهائيا، يعني مثل ما قلت لكم ما ينام يمك، ما ياكل من اكلك نفس الاكل اللي تاكل من عنده، دخله مثلا يعني انا ضد هذا الشيء انه يتعاقب الكلب قفصه ما تطلع الكلب او احد ينقار عليه او لا او خطيه الكلب نبح انه لا خطيه هذا نبح واروح اروح عليه واطلعه من القفص، هالامور كلها ما تصير، يعني لازم لها حدود وعمود الكلب يفصل انه يعني هو يعني انت بالاخير انت تراعي هذا الكلب، انت اللي تتوكل هذا الكلب، انت اللي تمشي هذا الكلب، انت اللي تنظف هذا الكلب، يجي بالاخير وانه يهجم عليك يعني والله حرام الله ما يقبلها أمين. فأنا ما أقول لك لا تحب كلابك، بالعكس إذا أنت من المتابعين القدامى أكيد تعرف أنا إيش قد كلابي عزيزة، وبالأخص ستيلا إيش قد أعزها وكلش أحبها، يعني مستحيل أتخيل اللحظة إنه هي يصير بها جرح هالقد ذاته. فبالعكس أنا من الناس أتمنى مثلا إن هي تكون يمي دائما 24 ساعة، بس لازم أكون مكانات ممنوع إنه هي تتخطاها، مثلا بالنسبة لي ممنوع يدخلون غرف النوم، تشوفني اذا حتى ادخل غرفه النوم يقفون على الخط ابدا ما يعني على الباب عفوا ما يدخلون ورايا، لازم كل شيء له حدود، كل شيء له مكانه. المطبخ مثلا من الناس اللي تحب مثلا ليش ماكو داعي اصلا يدخلون المطبخ، ممنوع مثلا غرف النوم ممنوع يدخلون، مثل ما قلت لك لا تنام الكلاب يمك، يعني هالامور الحازمه لازم تكون العاطفه لا تتغلب عليك عمود باشر، لا تجي وتقول يعني كرهت كلبي بعد ما اقدر اطيقه لان تصرفاته كلها بغلط بغلط. اليوم نبدا انه بس حبيت انه اوضحها انه هواي من الناس تكتب انه عنادي كلابي وكلابي عنيده، كلابي ما تسمع كلام، كلابي حمامه غلط، كلابي تعض، كلابي يعني امور هوايه تصير الكلب كل شويه شويه يتماده وتتطور الامور للاسوء. فاليوم يعني بس اللي حبيت اوصل لك اياه، ما دا اقول لك لا تحب كلابك، حبهم بس كل شيء له حدوده. اذا حبيتوا هاي الحلقه لا تنسوا الاشتراك واللايك. تحياتي لكم، مع السلامه.